تحصروا وكتجينا واحد الحز في القلب اللي كيبقى فينا هو ملي تاسس هذا الملعب اللي كان التشييد ديال هذا الملعب هذا الملعب كان ماشي في احسن ما يرام كان بتسير مزيان ربما اللي كيحس في نفسنا هي عدم الاهتمام بهذا الملعب صراحه هذا الملعب اللي كان كيصارع عليه باش نكونوا واضحين اللي كان كيصارع عليه هو حارس الملعب اخ مصطفى المزري باش نكونوا واضحين باش ما نغطيوش الشمس بالغربال وكان اخر رضوان وكوز عبد ربي اللي كنا كنحاولوا نعملوا في انشطه رياضيه داخل المنطقه ابناء الحي باش يمشيوا في واحد الاتجاه الصحيح العكس كذلك اللي كنحملوا المسؤوليه ديال اداره المركز منهم المدير الجهوي ديال الشباب والرياضه اللي هذا الملعب هذا اللي بقى عرضا للشباب كتشوف معنا ملعب غير صالح لاجراء كره قدم ما يقارب 18 جمعيه داخل التراب ديال المنطقه ما بقاتش كتستافد ديك اللاعبين ترشوا ربما ديك الاطفال صغار ديك الشباب ما عارفين مشاو شنو رجعوا كيتعاطوا الله اعلم ومع العكس احنا كنحاولوا دائما نقربوا ديك الاطفال ديك الشباب نجلبوهم لعنا بالاخوان ديال الفاعلين الجمعوي داخل المنطقه باش ديك الشباب باش يمشيو شي اذا نبغي نوجه واحد النداء لجميع المسؤولين داخل التراب مدينه طنجه منهم على راسهم السيد الوالي جهه طنجه تطوان الحسيمة محمد مهدية بان احنا انا كعبد ربي كرئيس نادي هلال طنجه توجهت بعده مراسلات بعده شكايات للسيد شكايات السيد الوالي عملت طلب شراكه مع السيد المدير الجهوي نزلت طلب سيد قائد